للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي شريف عارف. أستاذ شريف، بعد تحية، بات أمر واضح للجميع على أرض الواقع أنه سيناء تتجه لتصبح أحد أهم قطاعات نهضة الدولة بسبب تنوع قطاعات التنمية بها، كيف ترى ذلك؟ مساء الخير أولا على حضرتك وعلى كل مشاهديك. حقيقة الدور الوطني الكبير لقبائل سيناء، واستمعت إلى التقرير السابق، دور وطني كبير لا يقتصر فقط على تاريخهم في العملية الشاملة لمواجهة قوى الظلام، ولكن أيضا هذه القبائل لها بعد تاريخي في علاقتها بالقوات المسلحة، ولعل أبرز منظمات المقاومة في تاريخ مصر الحديث هي منظمة سيناء التي قاومت الاحتلال، وكان لدور القبائل السيناوية دور كبير في تحرير الأرض. أيضا القبائل السيناوية اليوم تلعب دورا كبيرا في عملية الوعي الجمعي وضرورة الاصطفاف مع الدولة المصرية ومع القوات المسلحة في مقاومة قوى الظلام التي لا زالت تعبث بعض الشيء ببعض المواقع. وبالتالي أنا أرى أن دور السيناويين دور مهم جدا، لأن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وهي أيضا البوابة الشرقية لحدود مصر. وفي شيء مهم جدا يعني ربما يغيب عن كثير من الناس، أن مثلا مساحة سيناء تعادل 3 أضعاف الدلتا، وبالتالي اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير سيناء يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأمن القومي المصري. وبالتالي كانت توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية بوجود يعني تأسيس وإقامة تجمعات جديدة في سيناء، وأن الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية خصصت ما يقرب من 750 مليار جنيه لعملية التنمية وتعمير سيناء، وخاصة في مشروعات البنية التحتية. أنا كان لي شرف أن أنا حضرت في وسط العملية الشاملة، وشفت مدى التهديد التي كانت تتعرض له سيناء وأستطيع أن أجزم أن القوات المسلحة المصرية اقتنصت سيناء من فم الأسد واستعادت هذه المنطقة. يعني أنا شفت المناطق دي وهي مقفولة تماما. النهاردة في قصر ثقافة العريش بيشتغل بنفس الكفاءة، في فنادق، في حركة بأمان لم تكن موجودة في السنوات الماضية. وأنا أعتقد أن الدولة المصرية وهذه المجهودات زي ما حضرتك ذكرت أستاذ شريف عارف، الحقيقة اللي قامت بيها هذا الدور العظيم اللي قام بيه طبعا أبطالنا من رجال القوات المسلحة، أيضا إلى جانب المجهودات العظيمة أيضا اللي كان بيقوم بيها أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب، وبالتوازي مع ذلك كانت أيضا المشروعات التنموية العملاقة سواء في البنية التحتية وكذلك أيضا في ملفات مهمة جدا لتنمية الإنسان أو لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم والإسكان. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي شريف عارف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.